بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، طلبة الكلية متعددة التخصصات بالرشيدية، مسار أدب وفنون في وحدة التواصل شروطه وآليات اشتغاله. نستأنف محاضراتنا في موضوع التواصل، والتي قد بدأناها ببيان مفهوم التواصل وشروط التواصل وآلياته وأنواعه، ثم توقفنا عند الأبعاد التواصلية للبلاغة العربية القديمة. سنستأنف في محاضراتنا اليوم هذا المفهوم، وتحديداً بالوقوف عند المقاربات البلاغية للحجاج، لنبين في البداية علاقة التواصل بالحجاج، ثم المقاربات البلاغية للحجاج، وذلك انطلاقاً أو بعد بيان تعدد الحقول المعرفية التي تطرقت للحجاج. فنتوقف عند الحجاج في البلاغة القديمة، وتحديداً عند البلاغة اليونانية مع أرسطو، ثم عند البلاغة العربية القديمة، ثم ننتقل إن شاء الله تعالى إلى الحجاج في البلاغة الجديدة، ونخلص إلى بيان أهمية المقاربات الحجاجية البلاغية في تحليل الخطاب. إذن في البداية، التواصل والحجاج أية علاقة؟ بينا ونحن نتحدث عن مفهوم التواصل أن التواصل طبعاً يكون بين أطراف تواصلية. هذه الأطراف التواصلية قد تتحول إلى أطراف حجاجية، وذلك انطلاقاً من المبدأ الذي يقول: لا تواصل باللسان من غير حجاج، ولا حجاج بغير تواصل باللسان. فالتواصل كما وضحنا يتخذ أشكالاً متنوعة، قد يكون تواصلاً إخبارياً، وقد يكون تواصلاً حجاجياً إقناعياً. إذن نحن سوف نهتم بهذا النوع الثاني، يعني التواصل الحجاجي الإقناعي، والذي طبعاً تتحول الأطراف فيه إلى أطراف حجاجية. إذن الأطراف التواصلية طبعاً كما نعرف هي المرسل، المرسل إليه، ثم الرسالة. هذه الأطراف تتحول في الحجاج إلى المحاجج بكسر الجيم، ثم المرسل يتحول إلى محاجج، والرسالة تتحول إلى خطاب حجاجي. كيف ذلك؟ في الحجاج لا يبقى المرسل في حدود الإرسال والإخبار، وإنما يتحول إلى مهمة الإقناع، والمرسل إليه كذلك لا يبقى في حدود التلقي والاستماع، وإنما يتحول بدوره إلى محاجز معترض أحياناً، والرسالة بهذا تتحول إلى خطاب حجاجي. ولذلك كما قال طه عبد الرحمن في مسألة تعريف التواصل: لا تواصل باللسان من غير حجاج، لا تواصل باللسان بغير حجاج، ولا حجاج بغير تواصل باللسان. هذه مقولة للدكتور طه عبد الرحمن تبين كيف يتحول التواصل إلى حجاج. لا تواصل باللسان بغير حجاج، هنا إشارة إلى نوع من أنواع التواصل التي قلنا بأنها هي التي سنركز عليها في محاضراتنا، وهي التواصل اللساني، لأنه سبق أن بينا بأن هناك أنواع أخرى، بأن هناك أنواع أخرى من التواصل. هناك تواصل إشاري، تواصل غير لفظي، تواصل مؤسسات إلى غير ذلك، ولكن قلنا بأن مجال محاضراتنا سوف يكون مرتبطاً بالتواصل اللساني. التواصل اللساني لا يمكن أن يحدث بدون حجاج، والحجاج لا يمكن أن يكون بغير تواصل باللسان. إذن من هنا فإن أطراف التواصل
تتحول إلى أطراف حجاجية، وبالتالي فإن المرسل يتحول إلى مدعي. المرسل في الحجاج لا يكتفي بالإخبار والإرسال، وإنما يصير مدعيا، والمرسل إليه قد يصير أيضا معترض، يصير معترضا. إذن والرسالة طبعا ستكون طبعا رسالة حجاجية إقناعية. المرسل في الخطاب الحجاجي لا يبقى في حدود الإخبار والإفهام والتوجيه، وإنما يدافع عن رأيه، يحاول أن يقنع المخاطب بموقفه، بأفكاره، بقناعته، فيكون مدعيا. فهو يدعي موقف معين، قضية معينة، وما دام مدعيا فهو سوف يحاول أن يتوسل بوسائل الإقناع. المرسل إليه قد يعارضه، فلا يكتفي بالتلقي والاستماع، وإنما قد يصير معترضا، وبالتالي فإنه في اعتراضه لابد أن يستدل ويحتج ويستجهد، فينشأ عندنا خطاب حجاجي. إذن الرسالة تتحول إلى خطاب حجاجي، والخطاب الحجاجي كما تعرفون له شروطه، له خصائصه، وله طبعا أساليبه. والخطاب الحجاجي مثلا قد يكون خطبة جمعة، خطبة سياسية، خطبة عسكرية مثلا، خطبة للجمهور بصفة عامة، وقد يكون رسالة. الرسالة قد تكون أيضا خطابا حجاجيا. فالمرسل عندما يرسل رسالة معينة فهو لا شك أنه يقنع بموضوع الرسالة، ويوفر لها ما ينبغي أن يكون من حجج وأدلة ليؤثر في المتلقي وليستمل المتلقي. قد يكون الخطاب الحجاجي عبارة عن مناظرة كذلك، قد يكون الخطاب الحجاجي عبارة عن مقالة، ولذلك نقول هذه مقالة حجاجية. مثلا المقالة النقدية هي مقالة حجاجية، المقالة الأدبية كذلك هي مقالة حجاجية، بل قد يكون أكثر من ذلك خطابا أدبيا عاديا نجد فيه الحجاج. فالشاعر رغم أننا نعتبر الشعر نوع من الخيال والتعبير عن الوجدان والعاطفة، ولكنه لا يخلو من حجاج. الشعر نجد فيه نوع من الحجاج، الشاعر يقنع بموقفه ويتوجه إلى مخاطب ويدافع عن موقفه. ولو أردنا أن نستدل على ذلك بقصائد الجاهليين وغيرهم لوجدنا أمثلة تصلح لذلك. بل أكثر من ذلك، النص المسرحي نص حجاجي، النص المسرحي نص حجاجي، لأن كل طرف في المسرحية يحاول إقناع الطرف الآخر بموقفه. ولو توقفتم عند أي نص مسرحي ستجدون بأن كل طرف يحاور، يحاجج، يحاول أن يقنع، يحاول أن يؤثر على المخاطب. فالنص المسرحي فيه وسائل الإقناع وفيه وسائل التأثير، وبالتالي فإن الخطاب الحجاجي يراهن على وسائل وأساليب الإقناع ووسائل التأثير. وسائل الإقناع قد تكون وسائل منطقية، حجج منطقية، حجج واقعية، حجج عقلية، وقد تكون حججا جاهزة، استشهاد مثلا بنصوص، بعقود مبرمة، باتفاقيات، بأقوال قديمة لها قيمتها وحجيتها، إلى غير ذلك من الوسائل الإقناعية كما سنبين طبعا عندما نقف عند أرسطو وعند غيره. وسائل التأثير هي وسائل أسلوبية تتعلق بالأسلوب، بالصوت، بنبرة الصوت، بالصورة، بما يصاحب هذا الخطاب. وهذا نجده في كل خطاب من الخطابات التي ذكرناها. فالخطيب عندما يخطب في الناس ويعتني بهندامه، يعتني بصوته، بطريقة وقفته، بإشاراته، هذا نوع من التأثير يصاحب الحجج التي يوفرها لخطبته. كذلك في أي نص من النصوص، في كل خطاب من الخطابات، إلا ونجد هذا الأمر من العناية من طرف المتلقي. والحجاج هو خطاب مألوف، الحجاج خطاب مألوف في حياتنا اليومية. في حياتنا اليومية نتواصل بالحجاج، فنحن في أبسط المواقف نحاج،
عندما تمضي إلى بائع أي منتج من المنتجات أنت تحاجه في الثمن وهو يحاجك في جودة البضاعة وغير ذلك. عندما تتكلم مع أبنائك تضطر إلى حجاجهم وهم كذلك يحاجونك في ما يقتنعون به. في كل مواقفنا مع أصدقائنا في حياتنا اليومية عموما هناك حجاج، فما بالك بالمجالات الأخرى التي موضوعها هو الحجاج. إذا أخذنا مثلا المحكمة مثلا كفضاء للحجاج في التقاضي، أو أخذنا المؤسسات الإعلامية في المناظرات الحجاجية والخطابات الحجاجية في الخطابات الحوارية عموما هناك حجاج. بعبارات أخرى نحن نتواصل بالحجاج وحياتنا اليومية فيها حجاج، لكن كما يقول طه عبد الرحمن لفظ الحجاج لم يتداول كما تم تداول لفظ التواصل. الذي يتداول الآن بكثرة هو لفظ التواصل، بينما لفظ الحجاج لم يطفو على السطح إلا بعد ظهور البلاغة الجديدة وعودة العناية ببلاغة أرسطو الحجاجية وتخليصها من الطابع التحسيني الذي طغى عليها في مرحلة من المراحل. لذلك فالحجاج كما قلت هو خطاب طبعا مألوف في حياتنا اليومية وله أهمية في الخطاب. أهمية الحجاج في الخطاب، الخطاب إذا تأملناه فإنه لا يقتصر في إقامة علاقة توجيه. الخطاب أي خطاب كما يقول الدارسون لا يقتصر في عملية التوجيه والقصد للمتلقي بإخبار أو غير ذلك، وإنما يضيف إليهما عمليتي الإدعاء والاعتراض. أي خطاب نجده يتضمن ادعاء ويتضمن اعتراضا، ولا يكون الخطاب خطابا حجاجيا حقيقيا إلا إذا تضمن ادعاء وتضمن اعتراضا. فصاحب الخطاب الذي يكتب فهو يدعي ويستحضر المعترض، ولا يمكن للمرسل، المرسل في الخطاب لا يرتقي إلى محاجج إلا إذا امتلك الإدعاء، إلا إذا كان قادرا على الإدعاء، والمستمع لا يرتقي إلى محاجج إلا إذا كان قادرا على الاعتراض. إذن فالعملية التخاطبية تقوم على الإدعاء والاعتراض، العملية التخاطبية تقوم على الإدعاء والاعتراض، وبالتالي فإن قيمة الخطاب، قيمة الخطاب إنما تتحقق عندما يكون خطابا حجاجيا. إذن هذا في توضيح الجانب الأول المتعلق بعلاقة الحجاج بالتواصل، يعني لماذا نتحدث عن الحجاج ونحن في وحدة التواصل. ولعل وقد تبين بأن هناك علاقة واضحة بين الحجاج والتواصل، وتتضح هذه العلاقة أكثر عندما نبين مثلا أنواع التواصل، أنواع التواصل التي لا علاقة بالحجاج. فقد يكون التواصل مجرد وصل كما قال الباحثون، مجرد وصل بمعنى أن المتواصل هنا يحرص على المعلومة، وهذا هو الجانب الطاغي في وسائل الإعلام بصفة عامة التقليدية والحديثة. هي وسائل الإعلام تعتمد الوصلة والإخبار لأن لا تركز على المتكلم ولا على المستمع، وبالتالي فإن الفعالية التخاطبية غير حاضرة في هذا النموذج الوصلي. وقد يكون التواصل خطابا إيصاليا، وذلك عندما يحضر المرسل المتكلم كفعالية خطابية فالخطاب، ويسمى هذا بالنموذج الإيصالي، ولكن أرقى النماذج هو النموذج الاتصالي. النموذج الاتصالي هو الذي فيه طبعا حضور للمرسل والمرسل إليه. هناك النموذج الوصلي، هناك أيضا النموذج الإيصالي، ثم النموذج الاتصالي. يمكن أن نقول بأن النموذج الوصلي فيه حرص على المعلومة، على الخبر. النموذج الوصلي في التواصل فيه تركيز على الخبر وعلى المعلومة، وهو الذي نجده في وسائل الإعلام التقليدية والحديثة. بينما النموذج الإيصالي فيه نوع من التوجيه من طرف المرسل، يعني فيه حضور المرسل في الفعالية التخاطبية.
أما النموذج الاتصالي فهو النموذج الذي نجد فيه حضور لأطراف التفاعل، يعني المرسل والمرسل إليه، وهو أرقى أنواع التواصل. وهذا ما دفع بالباحث سيد عبد الرحمن إلى أن يتحدث عن ما يسمى بالحجة الوصلية. الحجة الوصلية والحجة التوجيهية والحجة التقويمية، وهي أرقى أنواع الحجج عنده. في النموذج الوصلي نجد الحجة الوصلية، تركيز على الخبر، حجة مجردة، حجة صورية، وهي المصاحبة للصور في الإشهار وغير ذلك. الحجة التوجيهية تحضر في النموذج الثاني، في النموذج الإيصالي. المرسل يركز على حججه الصادرة عنه، ولكنه لا يستحضر المستهدف المتلقي، لا يستحضره، وبالتالي لا تتم الفعالية التخاطبية. النموذج الراقي هو النموذج الثالث، النموذج الاتصالي، أرقى أنواع التواصل، والذي فيه تفاعل، فيه حوار، فيه حجج متبادلة. في الحجة التقويمية المرسل يعرض حججه ويقومها إن كانت صالحة للحجاج، وهو يستحضر المتلقي، هل سوف تؤثر في المتلقي؟ وبالتالي فإن هذه الحجة هي أرقى أنواع الحجج، أرقى أنواع الحجج عند طه عبد الرحمن. طبعا ذلك في كتابه الميزان واللسان، وهو من أجود الكتب في مجال التواصل والحجج. إذا الآن المقاربات التي تعرضت لموضوع الحجج هي مقاربات كثيرة. نجد بأن الحجاج تعددت حقوله المعرفية، أو تعدد الحقول المعرفية التي قاربت موضوع الحجاج. يعني الحجاج نجده في المجال اللساني، يعني هناك مقاربة لسانية. نجده في مجال القانون، الحجاج نجده كذلك في مجال البلاغة، نجده في مجالات أخرى كثيرة. في المنطق، في الفلسفة، إلى كل هذه الحقول تعرضت لموضوع الحجاج. نجد حتى في التواصل المؤسساتي في التعليم نجد أيضا حضور موضوع الحجاج والاهتمام بالتواصل الحجاجي، وكيف يكون المدرس ناجحا في تواصله مع المتعلمين. ولكن الذي يهمنا إذا سنركز على الحجاج أو المقاربات البلاغية للحجاج. إذا الموضوع الذي سنركز عليه في المحاضرة هو المقاربات البلاغية للحجاج. وقلنا بأن هذه المقاربات، مقاربات طبعا البلاغية للحجاج، بدأت مبكرا، وكانت أثينا في اليونان كانت مركز للبلاغة والخطابة، وتم الاهتمام بالحجاج في أثينا منذ وقت مبكر. فالباحثون يتحدثون على أن الاهتمام بالحجاج بدأ في اليونان منذ يعني سنة 450 إلى 440 قبل الميلاد. ولكن الذي كان يهيمن على الحجاج هو الحجاج السفسطائي، والحجاج السفسطائي كان حجاجا نفعيا انتهازيا، وحجاج يعني يحاول الدفاع عن مواقف معينة لتحقيق مصالح معينة. وارتبط الحجاج في هذه المرحلة بالأراضي والمحاكم وغير ذلك. ولكن لما جاء الفيلسوف سقراط حاول أن يخرج الحجاج من دائرة المحاكم إلى مجالات الحياة العامة. ثم جاء أفلاطون فاعترض على الخطابة وعلى البلاغة، واعتبرها تكرس التضليل والتمويه إلى غير ذلك، ودافع عن الفلسفة وعلى الحقيقة، إلى أن جاء أرسطو وهو الذي يهمنا في الحجاج. لما جاء أرسطو نظم البلاغة ونظم مجال الحجاج. فأرسطو طبعا اعتبر الحجاج من أهم مقومات البلاغة، والبلاغة مع أرسطو تحولت من فن للإقناع إلى مجال للتنظير للحجاج وللإقناع. إذن فأرسطو نظم البلاغة، أرسطو قام بتنظيم البلاغة اليونانية، قام
بتنظيم البلاغة اليونانية، وذلك عن طريق طبعا تقنين الحجاج والتنظير له، كيف يكون الحجاج وكيف يحدث، وليس فقط الاقتصار على البلاغة كفن للإقناع. يعني قبل أرسطو كانت البلاغة فنا للإقناع، وبالتالي فإن السفسطائيين وغيرهم كانوا يتعلمون البلاغة ويعلمون البلاغة قصد الإقناع برأيهم أو بمصالحهم أو غير ذلك. لما جاء أرسطو طبعا حاول تنظيم البلاغة والاهتمام بالجانب الحجاجي في البلاغة، وبالتالي حاول أن ينظم مجال الحجاج ومجال الإقناع. ولذلك فإن أرسطو سوف يسمو بأطراف التخاطب. إذن أطراف في إطار التنظيم سوف يسمو أرسطو بأطراف التخاطب، وطبعا أطراف التخاطب هي طبعا المخاطب يعني المحاجج، ثم المخاطب، ثم الخطاب أو الخطبة. سيسم بهذه الأطراف وسيبين بأن أطراف التخاطب تتغير وسائل إقناعها بحسب نوع الخطاب، والخطاب في حد ذاته يتشكل بحسب هذه الأطراف، بحسب نوع الجمهور، بحسب نوع المخاطب. ولذلك فإن المخاطبة يستحضر الجمهور ويحرص على أن يكون الخطاب مناسبا للجمهور. فالمخاطب طبعا تتغير طرقه في الخطاب بحسب الجمهور. هذا المخاطب الذي يكون إما جمهور عادي، جمهور مثلا جمهور عام أو عادي، أو قد يكون خاص مثلا كالقضاة، وقد يكون جمهورا آخر. بحسب هذا التعدد أشكال الجمهور تعددت أشكال الخطاب عند أرسطو، وأشكال وأنواع الخطاب عند أرسطو، وهي كما يلي. إذن أنواع الخطاب عند أرسطو، إذن أرسطو يتحدث عن ما يسمى بالخطاب الاستشاري والخطاب القضائي والخطاب القيمي، وكل خطاب من هذه الخطابات يفرض على الخطاب أو عفوا يفرض على الخطيب أن يختار نوع الأدلة ونوع الحجج التي ينبغي أن يتوسل بها. ففي الخطاب الاستشاري الخطيب يحرص على التوجه إلى الجمهور في قضية عامة، مثلا إقناع مثلا بالضرائب، قضية مثلا قد يكون الغرض هو الإقناع مثلا بالضرائب، أو التشاور في أمر عام يهم الرعية. إذن هو يوجه الخطاب إلى الجمهور، وبالتالي فهو يحرص على تأثير الجمهور بما يناسبه، لأن المخاطب هنا محدد له وسائله التي تؤثر فيه أو وسائل الإقناع مناسبة. بينما عندما يتعلق الأمر بالخطاب القضائي فالأمر يتعلق هنا بمخاطبة القضاة، وبالتالي فإن الخطيب سيحرص على أن يختار الأدلة والحجج ووسائل الإقناع التي تناسب القضاة باعتبارهم جمهورا خاصا. الخطاب القيمي، هذا الخطاب يركز على التأثير في المخاطبين وعلى استمالتهم عن طريق القيم، على استمالتهم عن طريق القيم، ولذلك يتم التركيز على القيم التي تؤثر في المخاطبين كقيمة الوطن مثلا، قيمة العدل مثلا، قيمة المساواة إلى غير ذلك. هذا النوع من 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 من, من, من القيم هي التي تظهر فيما يسمى بالخطاب القيمي أو في الخطب التي تتخذ طابعا احتفاليا أو طابعا قيميا. وبالتالي فإن أرسطو إذن اهتم بأنواع الجمهور وبأنواع الخطاب التي تناسبه، وتحدث عن الحجج
الحجاج يتم بالحجاج في إطار هذا الاهتمام، سوف يتم بالحجاج وسوف يقسمها إلى قسمين: حجاج في إطار اهتمامه نوع الجمهور، سوف يتم بتقسيم الحجاج إلى نوعين: حجاج غير تقنية وحجاج تقنية. ماذا يقصد أرسطو بالحجاج غير التقنية؟ أرسطو يقصد بالحجاج غير التقنية الحجاج الجاهزة، قد تكون مثلا هذه الحجاج عبارة عن مثلا استشهاد شواهد مثلا، أو عقود مبرمة، اتفاقيات، أقوال مأثورة، أمثال، حكام إلى غير ذلك. فهو يعتبر هذه حجاجا غير تقنية لأنها حجاج جاهزة، والخطيب أي خطيب لا يخلو من استخدام هذه الحجاج. حتى في أيامنا هاته نستخدم الحجاج الجاهزة قصد الإقناع، ولكن الشق الثاني هو الحجاج الذي يسمى بالحجاج التقنية. الحجاج التقنية طبعا تضمنت عنده قسمين، الحجاج التقنية عند أرسطو تضمنت طبعا قسمين، ما سماه بالمثل، الإقناع بالمثل، والذي يسمى أيضا حجة استقرائية، الأمثال طبعا، وأيضا ما يسمى بالقياس الإضماري، ما يسمى عنده بالقياس الإضماري، القياس الإضماري. بمعنى أن الحجاج عند أرسطو طبعا يعتمد حججا تقنية تتمثل في القيام بالاحتجاج عن طريق مثلا اعتماد المثل كحجة استقرائية، وكانت شائعة في البلاغة اليونانية القديمة، المثل كان عنده قوة في الحجاج، وأيضا حتى عندنا في البلاغة العربية وفي التراث العربي ما زالت الأمثال والحكم لها قوتها الحجاجية. أما القياس الإضماري فهو طبعا قياس يعتمد قياس شيء على شيء آخر، وهو لا يكون ظاهرا في الغالب وإنما يكون مضمرا. إذن هذا باختصار ما يتعلق بالبلاغة الأرسطية، أردت أن أذكر بها لأننا سوف نعتمدها في البلاغة الجديدة، لأن البلاغة الجديدة على هذه البلاغة اعتمدت، وتأتي قيمة هذه البلاغة التي نظر لها أرسطو، يأتي الحجاج عند أرسطو قيمة مهمة، لأن البلاغة الجديدة سوف تركز على إحياء هذا الحجاج، لأن البلاغيين الجدد لما جاءوا لاحظوا بأن بلاغة الحجاج همشت، وتم الانشغال ببلاغة الثوار وبلاغة المحسنات كما قال رولان بارت وجيرال جينيت وغيرهما. لذلك سوف يأتي البلاغيون الجدد كما سنبين فيما بعد ليركزوا على ما يسمى ببلاغة الحجاج عند أرسطو. إذن سوف تنطلق أعمال البلاغيين الجدد من إحياء الحجاج الأرسطي، ومن تخليص البلاغة الأرسطية مما علق بها من شوائب في عصور طبعا سبقت وهمشت طبعا ما يسمى بالحجاج لصالح المحسنات ولصالح الصور ولصالح الأساليب. إذن هذا ما سوف نوضحه طبعا لما نتحدث عن البلاغة الجديدة، ولكن قبل أن نتحدث عن البلاغة الجديدة لا بد أن نقف وقفة أخرى عند البلاغة العربية لنبين طبعا الطابع الحجاجي للبلاغة العربية. وقد سبق أن بينت بأن هذه البلاغة هي بلاغة حجاجية تواصلية منذ مفاهيمها وتعريفاتها الكبرى إلى مباحثها وأساليبها، وهذا ما سأحاول أن أوضحه، ما هي أوجه الحجاج في البلاغة العربية، كيف تسهم الأساليب البلاغية في الحجاج، أين يتجلى الطابع الحجاجي مثلا لأساليب علم البيان، أين يتجلى الطابع الحجاجي لأساليب علم المعاني، كيف يمكن أن نقول بأن مثلا أساليب البديع هي أيضا لها دور حجاجي. هذا ما سأحاول أن أبينه في المحور الثاني من هذه المحاضرة المتعلق بالبلاغة العربية والحجاج.